السلام عليكم الغزالات ديالي، لاباس عليكم؟ كيف دايرين مع الصحة؟ نتمنى هاد لا فيديو يلقاكم في أحسن الظروف، صحة جيدة إن شاء الله يا رب. وكنقول لكم مرحبا بكم معايا اليوم. إن شاء الله غادي نديرو الرفيسة، ولكن الرفيسة راكم عارفين النصيب ديالها. الطريقة الجديدة ديال المسمن ديال الرفيسة سهلة مهلة، خليكم معايا أحسن الآخر ديال الفيديو. كما كتشوفوا راني نصبت هنايا، المهم مبغيتش نصوركم نصيب، راكم عارفين. وسبق لي حطيت الفيديو ديال الرفيسه. المهم كنشحر الدجاج مزيان حتى كيتشحر، وكان ندير الماء يكون غليان، هو باش كان ندير لاصوص صافي. وكنجي لهنايا كندير الفول والعدس، كنطيب الماء كما كتشوفوا صافي، وكنخوي عليهم، كنخليهم تقريبا واحد ما بين 5 دقائق حتى ل 7 دقائق صافي. وكنجيب واحد جوج ديال لي بونسمون. هاد الطريقه تتبقى اختياريه، ماشي بالضبط انك ديري العدس والفول هنا في هاد لي بونسمون. صافي غادي ندير العدس بوحدو والفول بوحدو، وغادي نديرهم في واحد جوج صريرات ونسد عليهم، وما نزيرش هذيك البونسون، خليها شويه مرخيه باش ملي غادي يتحط هاد الفول والعدس باش يطيبوا، ما يطيبوش مزاحمين، يطيبوا في اتساع كما كتشوفوا معايا. راه خليتها شويه مرخيه، صافي. وغادي ندير هنايا العدس. هاد الطريقه ديال انك كتغلي الماء وكتديريه في العدس، وفي العدس ما كيبقاش يطلق ديك الزروقه. هاد الطريقه ديروها حتى العدس بغى يطيبوه بوحدو، يعني ديك الزروقه ديالو ما كيطلقهاش. والفول حتى هو ما كي يعني كيتغسل من الغبره وبن صافي. كيف ما كتشوفوا راني درت العدس والفول بحال بحال، والثومه غادي نحطها على هاد الشكل هذا، حتى غسلتها مزيان صافي. غادي نحطها هكا مقاده صافي. غادي نزيد واحد شويه ديال الماء حتى كيتغطى لي داك الفول والعدس ودوك جوج كركوبات ديال الثومه صافي. وكنسد عليه حتى كيطيب. من بعد ما كيطيب كنكون من قبل راني عجنت العجينه وخليتها كترتاح. كما كتشوفوا راني قسمتها على جوج، وهنا غنحتاج لواحد شويه ديال الفينو وزيت الزيت، زيت النباتيه عفوا. المهم الطريقه البنات راه كتجي سهله سهله سهله، المهم سهله. انا كنت كنبقى المهم كنبقى نطوي مسمنه بمسمنه، وكتشد لي الوقت بزاف. هذه راها سهله وبالزربه، يعني في رمشه عين. وحتى الطريقه ديالها ما كت في الفكان ديال المسمنه ما كتعذبكش. وخليكم حتى تشوفوا معايا، ممكن ما كتشوفوا من بعد ما طلقت. المهم البنات العجينه غتقسموها على الاتساع اللي عندكم في سطح العمل. انا عندي هنا 9 بزاف، داكشي علاش درت دوك قسمت العجينه على جوج صافي. وكنوان نسرحها حتى كتولي تبان لي رخامه منها، باش كيجينا من الداخل ممرق صافي. وكندير واحد الرشيشه ديال الزيت، ما كنكثرش حيت الرفيسه ما كتبغيش في الصراحه، ما كتبغيش ليدام صافي. ونحاول انني نعاود نوصل الزيت لاي بلاصه من العجينه صافي. وكنجيب الفينو، حتى هو غادي ندير ليه نفس الطريقه صافي. وكنولي نجيب هاد الطرف الفوقاني، كنجيبو الوسط ديال العجينه، ما كنحاولش
نهبطو لتحت ولا كنجيبو في الوسط ديال العجينة وكنلاقي معاه الطرف الاخر. والله البنات الى هاد الطريقة راها سهلة وما كتشدش لكم الوقت كاع بمرة، وكيف ما قلت لكم راه فرمشة عين كتصايبي المسمن عندك. هذا لو بغيتي ديري حتى المسمن مربعات، يعني ماشي الرفيسة، كيف المربعات اللي كنصايبو. هذه هي الطريقة راها سهلة ومزيانة، واللي كيبغي المسمن صغيور هاد الطريقة تاني راه كيجي غزال، كتولي غير تقطعي تقادي بلا ما تبقاي تقرصي فيه. يلا كتقرصي واحد شويه صافي وكتحيدي، كيجي زوين حتى هويا. ولا بغيتو ديروه معمر، يعني هاد الطريقه راها زوينه وسهله. صافي وكنجيب واحد داك القطاع ديال البيتزا صافي، وكنولي نقطع القياس اللي بغيت على هذا الشكل هذا. كما كتشوفوا راه الطريقة سهلة البنات، وبالنسبة للمبتدئات هذه راها تجيهم سهلة. صافي نعود معكم الثانيه حتى هي نفس الطريقه ونفس يعني نفس المراحل اللي دزنا من الاولى، غادي نديروها في هذه حتى هي. المهم انا درتها على جوج المرات باش يكون الشرح، يعني شارحه لكم الفيديو مدقق مزيان.
صافي. من بعد ما كنسالي كنجيب هذيك الاولى اللي كنت صايبت هي باش غادي نبدا، غنبدا نقرص تقرص عادي صافي. والمقله راها سخنات غادي نبدا نقرص ونطيب. صافي كيف ما كتشوفوا معايا راني طيبت الاولى والثانيه. شوفوا معايا كيفاش كيجي محلول بوحديتو، كتجي يعني مفرقه على ربعه بوحديتها. صافي وغادي نبدا نقطع فيه. ليلي راها بغات قالت لك الملوي، راها عطيتها حتى هي هزات بصراحه، الصراحه هزات بوحديتها، دارت الكرسي وطلعت وكتاكل من هنايا، كتحمق على الملوي والمسمن. كيف ما كتشوفوا معايا راه كيجي بحال شكل د الورقه، هذوك الدخلانيين كيجيو بحال شكل د الورقه د البسطيله، كيجي ممرق صافي. وغادي نستمر على هذا الشكل هذا حتى نسالي. كما كتشوفوا راه كنفكها في المقله وكنعاود نطيبها من دوك الجويه الدخلانيين. هانتوما صافي. وهذه هي المرحله الاخيره. دابا غادي نسقي من بعد ما كنسالي. كيف ما كتعرفوا راه كيبرد مع الحال البارد، دابا شعلت على المقله حتى سخنات مزيان وحطيت فيها داك الملوي اللي صايبت، عمرت واحد البريداتاي وسلقت واحد البيضات صافي. وغادي نجي هنا باش نسقي، والغديوه راها وجدات دابا. ضروري البنات مع راس الحانوت ضروري خاصكم تشربوا معها اتاي، ما تشربوش الماء في هذا البرد هذا. وهذه هي الغديوه ديالنا البنات. كنقول لكم الا كنتو جداد في القناه ابوناو معايا وضغطوا على زر الجرس باش ديما يوصلكم الجديد، ولا عندكم شي اقتراحات ولا شي تساؤلات خليوها لي في لي كومونتير. ونتمنى لكم تبارطاجيو هاد لا فيديو مع